السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا قوي. النهاردة اليوم مش عادي طبعا عندي، لان رنا حبيبة قلبي بتعمل لي روتين في البيت. روتين ايه بقى؟ رنا شافتني لما لقيتني انا تعبانة، قالت لي لا انا هقوم يا ماما اعمل لك ايه، انت هتعملي ايه؟ قلت لها، بقول لها، قلت لها يا رنا انا بس هنفض الانتريه وهكنس بره وهمسح وخلاص. راحت قالت لي طب خلاص انا هقوم اعمله لك انا. قالت لي ايه رايك طب تصوريني؟ قلت لها ماشي يا رنا. فاهو فرنا بتشيل الفرش من على الانتريه عشان تنفضه. ايه طبعا رنا بتنفض الشيلات اهي، لان احنا دي لنا فترة كبيرة يعني ما نفضناش وما عملناش حاجة. فرنا مشكورة يعني، اتبرعت النهاردة انها تقوم. ايه اهي رنا نفضت الكنبة. ايه رنا بتنفض الكرسي. هي رنا والله العظيم من غير تصوير بتعمل لي كل حاجة والله، مع انها في تالتة اعدادي والله وبتذاكر، يعني ربنا يوفقها يا رب وينجحها. يا رنا بتعمل يعني ايه كل شيء كان كده، يعني ماشي حالك عشان عايزه تخلص يعني بتضحك. اديها المقشه يا ابني، ادي الحاجه المقشه. خدي حق رنا، طبعا رنا شاطرة بتكنس ورا الكنب الأول. يا طلتي ولا ايه يا رنا؟ طبعا رنا على ما تخلص يعني الصالة كده يعني الحتة دي هيكون اليوم خلص يعني. أول مرة أشوف حد يعمل شغل بيت بلبس خروج. رنا بنتي يلا البنات الحلوين اللي زي رنا كده يتشجعوا زي رنا كده ويقوموا يعملوا لمامتهم الحاجة كده، يعني يساعدوا ماما. يعني عشان رنا عارفة ان انا تعبانة مش قادرة اقوم اعمل حاجة بصراحة، يعني مشكورة كتر خيرها بصراحة. يلا البنات اللي زي رنا كده يقوموا كده يتشجعوا ويساعدوا امهاتهم كده في شغل البيت. هي طبعا رنا يعني كتر خيرها على قد معرفتها يعني بتعمل، فانا ايه مبسوطه منها قوي 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 بصراحه يعني.
رنا اهي بتظبط الكنبة، فرشتها اهي ما شاء الله عليها، بس انا ساعدتها فيها يعني عشان ما كانتش عارفة تعملها، ما كانتش عارفة تفرش الفرش. اهو تفرش الكرسي. اجي اساعدك فيها يا رنا؟ لا لا. بقى هنا يا رنا هتمسح يا جدعان اهي. يلا يا رنا ربنا معاكي يا اختي. هو ينعم البلاط قديم يعني، بس حتى لو كان مهما كان قديم، الحاجة لما بتبقى نظيفة بتتنضفيها بيبان فيها النظافة حتى لو كانت قديمة ايه يعني، حتى مع انه ان هو قديم قوي بس لما بنمسحه بيبان ان هو نظيف يعني. عيدي تاني يا رنا. لا اغسلي يا رنا الشرشوبة تاني وتعالي عيدي على اللي انت عملتيه ده تاني. عادي يعني مفيش حاجة، لما نفهمها ونقول لها اعملي كذا يا رنا. من قاعد لها على الكرسي اتفرج عليها. هو البلاط شكله كده والله العظيم، مش يعني هو مش وسخ، لا هو قديم بس يعني اصحاب الشقة من زمان قوي عاملينه، من زمان قوي يعني. فبكده هتكون برضو ايه رنا كتر الف خيرها، برضو تشكر قامت عملت لي ونضفت لي وروقت لي يعني، تشكر رنا. وبكده رنا نكون خلصت الفيديو بتاعها. رنا عايزه تقولي حاجه؟ لا مش عايزه تقولي حاجه رنا. قولي له ما تنسوش ايه يا رنا؟ اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان نوصلك كل جديد. نشوفكم على ايه؟ مع السلامه. مع السلامه، على خير.